السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. الموضوع اللي هنتكلم فيه ده بسبب إن إحنا الفترة اللي فاتت الصفحة عندنا والبيج بيجيلنا فيها أسئلة واستفسارات في المسجز والرسائل من عدد كبير جدا من الناس، بيستفسر عن مدة دراسة طلب الإقامة طبيعي، وكمان عدد اخر من الناس قدموا على الاقامة بالفعل من فترات مثلا ممكن تكون اكتر من 4 5 6 شهور، سواء عن طريقنا او سواء عن طريق شركات اخرى. يعني بما ان احنا عندنا free information، يعني معلومات عندنا for free، احنا بنتكلم مع الناس بنشرح لهم الوضع عموما والطريقة والإجراءات والتكاليف والظروف وتكاليف المعيشة في سلوفاكيا أو ظروف التعليم للأولاد والصحة وما إلى ذلك. فحبيت إن احنا النهاردة نتكلم عن النقطة بتاعت لو أنا قدمت على الإقامة بقالي فترة طويلة جدا ومفيش حاجة حصلت، إيه السبب وإيه الحل؟ يعني إيه سبب حاجة زي كده وإيه الحل؟ احنا كنا عملنا فيديو في آخر السنة اللي فاتت أو أول السنة دي عن التغييرات اللي حصلت بالنسبة لطريقة دراسة الطلب بتاعت في سلوفاكيا. طبعا هي بس الفكرة ان احنا نبقى عارفين ومدركين مسألة ان هو طلب اصلا، يعني هو انت لما تيجي تقدم على الإقامة هو طلب. الفكرة ان انت هو مش حق، يعني هي مش حاجة انت بتاخدها by default. ولكن الميزة الكبيرة جدا في سلوفاكيا ان الطلب ده ما بيترفضش الا لو في سبب، يعني لازم يكون في سبب وسبب واضح وقوي ان الطلب بتاعك ده يترفض. والميزه الكبيره جدا في سلوفاكيا برضو ان الموضوع مش زي دول تانية زي استراليا ونيوزيلندا وكندا، انه النومينيشن او الترشيح او القبول بتاع وزاره الاقتصاد او الدوله ما بياخدش سنين، يعني ما بياخدش فترات طويله. عندنا هنا وزاره الاقتصاد عندها 30 يوم تدرس فيه الطلب، ممكن تكستند 30 يوم كمان، ده اقصى حاجه ممكن. الا بقى لو الموضوع فيه مشكله من عندك، يعني مشكله من عندك انت كمتقدم، ساعتها المواضيع ممكن تطول، ان البوليس من حقه ان هو يعمل انفستيجيشن وري انفستيجيشن، وكمان يبعت لهيئات تانية تستفسر وتستعلم زي الانتربول وزي المخابرات او هيئه المعلومات السلوفاكيه اسمها كده، المخابرات السلوفاكيه، من حقه ان هو الموضوع يطول. لكن لو انت ورقك تمام امورك تمام، الموضوع الطبيعي بيخلص في وقت طبيعي. يعني اللي حصل في التغيير انه زمان زي ما شرحنا كان واحد بيعمل بس انفستمنت، يحط 20,000 يورو ويحط شويه ورق وبعد كده الاقامه تطلع عادي يعني بدون اي مشاكل. دلوقتي البوليس بقى بيقول لك لا، انا عايز اتاكد بس الاول ان انت هتسلك، امورك هنا هتمشي، هتبقى فعلا عندك بيزنس بيقدر يعمل ريفينيو عشان تعرف تعيش هنا، ما تعتمدش بعد كده على اعانه الدوله والمعونات الاجتماعيه. طيب فده مبدئيا ده اول سبب، ان البوليس بقى بيسال هيئات تانية زي وزاره الاقتصاد اللي هي مختصه بالامور الماليه، يعني هي اللي فاهمه انه البيزنس ده ممكن يكون هيجنريت ريفينيو مناسب على قد حجم الشركه، على قد عدد الشركاء اللي فيها، على قد الانفستمنت اللي محطوط فيها، ولو البروجنوزس او التوقع المالي بتاع الشركه دي سليم وصحيح وفاليد، يعني مش واحد مثلا جاي يستثمر يقول لك انا هحط 10,000 يورو واعملوا لي 20,000 يورو في الشهر، هذا طبعا كلام فاضي، مفيش، السماء لا تمطر ذهبا او فضه، يعني لازم يكون التوقع سليم وصحيح يعني. فده اول سبب. تاني سبب انه القانون اللي طلع في شهر 5 بقى بيقنن العمليه دي شويه، بيقول لك ان البوليس مضطر او لازم ان هو يستشير وزاره الاقتصاد بالنسبه لاي واحد بيقدم على اقامه اداره الاعمال او الاستثمار، وكمان لازم يسال مجموعه من الهيئات الثانيه زي مثلا وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل لو ورقك راح وزاره الاقتصاد وقعد هناك شهر، بعد كده طلبوا ان هو يتمد شهر كمان، ده الحد الاقصى بتاع وزاره الاقتصاد. وزاره الاقتصاد عندها الشهرين دول، بعد كده لازم تقول بقى انا موافقه على المشروع ده او مش موافقه على المشروع ده. ممكن يكون الرد بتاعهم
نيجاتيف، يعني ممكن يقول لا المشروع ده مش وحش، مش كويس، المشروع ده وحش، المشروع ده مش هيفيد الاقتصاد، او اصلا المشروع غلط، في التوقعات بتاعته غلط، او البلاننج بتاعه غلط، او في مشاكل. يعني ممكن يكون زي ما حصل مع ناس كتير جدا، ومع الاسف الشديد، يعني مع الاسف الشديد ان هم مش فاهمين غلط منهم هم بكل تاكيد بدون اي شك، يعني ان واحد يكون عنده الرفض من القنصل نفسه، القنصل نفسه شايفه مش الراجل، ما عرفش ريبريزنت نفسه على ان هو بيعمل بيزنس او بيدير بيزنس. وابسط امثله على حاجه زي كده، لما واحد يروح يقعد مع القنصل ويقول له انا اسم شركتي هناك مش عارفه، مش عارف اسم الشركه بتاعتي اللي انا رايح ابقى مدير فيها واخد اقامه عليها، ليه؟ اصلا دفعت فلوس لشركه اكس وهم قالوا لي ان انا لما ادفع الفلوس دي هاخد اقامه. مفيش حد بيعمل كده، انت في الاخر هي اسمها اقامه مستثمر، يعني انت في الاخر هتخدع مين ولا مين؟ انت لازم تبقى عارف انت رايح على ايه. الشركات اي نعم، يعني في شركات كتيره جدا ممكن تكون هي شغاله، خصوصا الشركات السلوفاكيه، يعني ما اعرفش صراحة بالنسبه للشركات العربيه، ما عملتش بحث يعني بالنسبه لبقيه الشركات العربيه اللي كانت شغاله في الموضوع ده، اعتقد ان هم خلاص مش شغالين فيه بسبب ان الموضوع بقى اصعب عليهم بكتير. اعتقد ان هم مش بيجهزوا المتقدمين بتوعهم للانترفيو ده، يعني مش بيقولوا لهم يعملوا ايه. يعني انا جالي اول امبارح سيده فاضله تقول لي انا رحت السفاره، الشخص اللي اتعاملت معاه في سلوفاكيا شخص عربي وكده، رحت السفاره هو قال لي هتلاقي الورقك بتاعي، هتلاقي الورق بتاعك هناك في السفاره هتمضيه وهتمشي وهو كده خلاص. يعني حتى الست مش عارفه هي مضت على ايه وعملت ايه، وراحت فعلا السفاره تقريبا في ترتيب بقى، ترتيب كده في كوربشن، فساد، يعني في حد فاسد في الموضوع. على فكره الفساد موجود حتى في سلوفاكيا، يعني موجود في كل حته، ومع الاسف اكتر ناس بتحاول تستغله هو برضو الـ 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 الناس اللي جايين من مجتمعات فيها فساد. يعني فحصل ايه بقى، الست دي دلوقتي مش عارفه المفروض تعمل ايه، والموضوع بتاعها هي مش عارفه هو وصل لحد فين. ولما بتكلم الراجل بيقول لها ده لسه الموضوع شغال. طب شغال في انهي مرحله، في انهي خطوه؟ طب الموضوع بتاعي، طب انا المفروض ان انا بعمل ايه؟ هي مش عارفه حتى ان هي المفروض تستثمر 20,000 يورو، اللي هو الراجل بيحط لها الفلوس، بيعمل حركه كده اللي هو يحط الفلوس ويسحبها تاني، شغل اي حاجه، شغل حلمنتيشي، يعني اي كلام في حاجه. فيا جماعه اللي 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 بيعمل كده، يعني ما يتوقعش ان هو ياخد اقامه، ما يتوقعش، يعني ده مبدئيا. يعني ايه بقى ال في حكايه شرحنا الاسباب، ايه بقى الحلول؟ يعني ايه الحل لما انا اكون قدمت على اقامه ولسه عندي فتره طويله جدا ما حصلش حاجه وكده؟ اول حاجه انه الشركه اللي بتعمل لك الموضوع ده ممكن ببساطه تستعلم عند وزاره الاقتصاد وعند بوليس الاجانب عن حاله الطلب، الطلب ده وصل لحد فين. لو الطلب ده وصل لمرحله كويسه او مرحله وحشه لازم يقولوا لك، يعني يا فندم انت اترفضت من وزاره الاقتصاد، وزاره الاقتصاد رفضتك، او يا فندم البوليس شايف ان انت وزاره الاقتصاد قبلتك، القنصل كمان قبلك، خدت كده انت تمام، فاضل لك بس شويه اجراءات انفستيجيشن امنيه عشان نتاكد ان انت كلير، يعني ما عندكش مشاكل امنيه، وخلاص كده اقامتك بتصدر. فده اول حاجه انه الاستعلام، يعني الاستعلام المباشر عند الجهات اللي بتبحث الطلب ده. تاني حاجه، لو انا لسه قدمت دلوقتي ولسه ورقي ما راحش وزاره الاقتصاد، وانا عارف ان هو لسه ما راحش وزاره الاقتصاد، يبقى اي شغل بعمله في المرحله دي، اي شغل، فواتير دخلت، فواتير طلعت، عقود عملتها، مراسلات كتبتها، جالي عروض اسعار، جالي في نيجوشيشن بتحصل بايميلات، كل الكلام ده الطبيعي ان هو يتاخد كده ويترجم للغه السلوفاكيه ويتحط وسط الملف بتاعك عشان يدعمه. فانت تبقى برو اكتف، ما تستناش لحد ما البوليس يقول لك لا انت مش مقدم لي حاجه تثبت لي جديه، او مش مقدم لي حقائق يعني تثبت لي جديه البيزنس بتاعك، وبالمقابل انا برضو يعني مش شايف ان البيزنس بتاعك مجدي. يعني لا، انا برو اكتف واتحرك، واي بيزنس اعمله في الفتره دي، كل الفتره دي اللي انا مستني فيها دراسه الطلب بتاعي، اي ورق يثبت جديتي في البيزنس لازم اقدمه واترجمه. طبعا ممكن في سلوفاكيا يترجم، او يترجم عن طريق السفاره السلوفاكيه في مصر او في اي دوله ثانيه، يترجم بطرق مختلفه يعني، واقدمه عشان او احطه في وسط ملفي عشان يدرس برضه ويدعم الملف بتاعي. فدول حلين. الحل الثالث بقى، لو انا حتى كان جالي، لو انا جالي رفض، يعني انا اترفضت،
احنا عارفين الرفض ده ما يحصلش غير بسبب، يعني لازم يكون في سبب في الموضوع. وانا عارف انه يجي لي رفض، ايه اللي بيحصل قبل ما بترفض؟ شوف البوليس بيعمل معاك ايه كمان عشان تعرف ان الدنيا الدنيا مش دوارة. الدنيا فير يعني بالنسبة للدول الأوروبية دي، بيحاولوا يكونوا فير لأقصى درجة. هم خدوا منك مصاريف كده عشان تعرف تقدم على إقامة، فلازم يكون معاك فير للآخر. هو بيعمل معاك ايه؟ يقولك ده انا هرفضك عشان السبب الفلاني، خد بالك انا هرفضك عشان السبب الفلاني. عندك حاجة تقولها؟ عندك ستيتمنت تقوله؟ يعني ممكن يكون انت عندك وجهة نظر تانية، في ورقة ضاعت في النص يا جماعة، في حاجة حصلت، انا على فكرة ما كنتش واخد بالي فما قدمتش كل حاجة، في حاجة يعني، في ستيتمنت كده بيحصل هتقوله انت بنفسك او الشركة اللي بتساعدك ممكن تقوله لك، يعني تقوله بالنيابة عنك يعني، عشان قبل ما البوليس يرفضك يبقى عندك فرصة تبرر الموقف او تقدم ورق تاني او تسحب الملف بتاعك. لو سحبت الملف بتاعك مش هيجيلك رفض، بس هيبقى عندك فرصة ان انت تقدم مرة تانية وتتلافى الاخطاء بتاعت المرة الاولانية. الكلام ده كله مهما كان يعني مهما طول وعمل وسوى ما بيعديش سنة، مهما كان ما بيعديش سنة. عشان كده لما نيجي نسمع حد مثلا على السوشيال ميديا على اليوتيوب وبتاع يقول لك الموضوع بيطول والمواضيع مقفولة ومش عارف، لا انت حبيبي كنت متعود على اللي بيحصل قبل كده، واللي بيحصل قبل كده ما بقاش يحصل دلوقتي. ليه؟ لان بقى في ناس كتير، فبقى في دراسة للطلب، بقى في تدقيق في المواضيع، بقى المواضيع بتطول. بتطول بس ما تطولش زي كندا يا حبيبي. احنا عارفين كندا بتاخد قد ايه، وعارفين قد ايه الناس بترفض في كندا، صح؟ عارفين الناس قد ايه بتتعب وبتشقى وبتدفع وبتذاكر عشان كندا، وفي الاخر ما بيحصل لهمش النومينيشن وما بيحصل لهمش قبول، وبيقعدوا بالسنين مستنيين موضوع كندا. فما تخليش المواضيع كلها تلبس في بعض عشان خاطر ايه؟ انت عامل غلطة في التقديم، انت ما قدمتش اصلا على الاقامة، انت خفت، انت تراجعت عشان انت الدنيا بالنسبة لك كنت فاكر ان انت هتحط شوية فلوس وبعد كده الدولة دي هتقول لك تعالى يا حبيبي عايز اديك اقامة، انت شكلك حلو وجميل، انت شكلك كده بتاع اقامة، انت دفعت لي حطيت 3000 4000 7000 10000 يورو، تعالى خد اقامة عندي عشان بعد كده ايه نشوف بقى لما تيجي هنا هتعرف تشتغل ازاي بقى ترانسليتور ولا تشتغل مش عارف ايه وانت اصلا ما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض. فيعني نركز شويه في المواضيع عشان الاسئله اللي بتوصل يعني في الموضوع ده متكرره بشكل غير طبيعي. انا لسه حتى امبارح شايف رساله واحد اسمه عمرو، مش هقول الاسم كله يعني، حاجه خاصه بيه برضو، بيقول لي انا مقدم عن طريق شركه تانية ومعلش بس اسمحك انا بس عايز افهم هو الموضوع ممكن يقعد قد ايه عند وزاره الاقتصاد. انت مفيش حاجه اسمها ان الموضوع قاعد عند وزاره الاقتصاد وانت مش عارف هيخلص امتى، لان وزاره الاقتصاد بتقول لك انا هخلص الموضوع ده في التاريخ الفلاني، ولو احتجت وقت كمان احتاج هو شهر. فالمواضيع واضحه يعني، مواضيع ما فيهاش 1+1=2. الطبيعي ان اي شركه بتشتغل في المواضيع دي هنا في السوق عندها حرص على مصالح الناس والوقت بتاع الناس، ان هما بيعملوا دايما متابعه، يعني دايما يكلموا وزاره الاقتصاد فيها يشوفوا الموضوع وصل لحد فين، عنده تواريخ طبعا، ما يبقاش الزن يعني، الناس اللي ما بتحبش الزن في اي حته في الدنيا على فكره، بس احنا في مصر بنحب قوي موضوع الزن ده، لكن الـ الزن هنا مش ملوش لازمه. انا اللي بيحصل في طلب اتقدم يوم واحد في الشهر، المفروض يتوافق عليه يوم 30 في الشهر، يوم 30 بالظبط لازم يبعت خطاب يا وزارة الاقتصاد الطلب بتاع الراجل ده وصل لحد فين؟ قالوا لنا خلاص احنا عايزين شهر كمان، طيب معاكوا شهر كمان. يوم 30 او 31 شهر اللي بعده خطاب تاني، الطلب بتاع الراجل ده وصل لحد فين؟ لازم في يومها بيجي لنا الطلب ده خلص من عندنا واتبعت لبوليس الاجانب التاني. خلاص يعني الموضوع ما فيهوش جدال ولا في اي حاجة، لان ده قانون، هي فترة دراسة الطلب لازم يخلص فيها دراسة الطلب. التلكؤ بقى في موضوع لو واحد بيتلكأ في موضوع ان هو يقدم لوزارة الاقتصاد ورق يقول لها، يقول لا انا كده انا يعني الموضوع اتغير، وانا ما كانش مطلوب مني ان انا اعمل ورق، ده انا كنت فاكر ان انا بدفع فلوس اخد اقامة. لا عمر ما حد هيقول لك كده على فكرة، الا لو واحد بيشتغلك يعني، لو حد بيقول لك انت هتدفع فلوس والدولة هتحب الفلوس بتاعتك قوي فتديك اقامة علشان حاجة زي كده، عشان انت بعد كده يعني هتبقى دافع كام يعني، مليون ولا 2 مليون، انت عشان تعمل حاجه زي كده مثلا في كيبك في كندا بيبقى انت عندك اصول اسس النت وورث بتاعتك 2 مليون دولار كندي، وتحط في كندا 1,200,000 دولار تسيبهم كده شويه،
وكمان اه طبعا في امور هناك بتسهل يعني، بيبقى في ساعات تمويل ان انت تحط مثلا نص مليون وبعد كده البنوك تمولك والمحامين بتخلص المواضيع دي هناك، مش واحد عامل لي فيها الفلحوس بيقول لك كندا ممكن اخلصها بدون محامي وبتاع لاي حد، كلام فاضي يعني، كلام عيل صغيره. ف لا ما بيحصلش الكلام ده هنا في سلوفاكيا، ما بيقولكش انا عايز منك مليون ولا 2 مليون، بيقول لك انا الحد الادنى عندي لو شركه فرديه 4000، لو شركه ذات مسؤوليه محدوده 2000. فعشان كده لو انت هتستثمر حاجه مبلغ بسيط كده، مبلغ صغير بالنسبه للانفستور بالنسبه لاي بروجكت، معناها ان انت لازم تورينا ان انت فعلا هتعرف تعمل حاجه، مش بس جيت حطيت لي 20000 فرحتي بال 20000. على فكره 20000 دي اي شركه صغيره بتصرفها في نص شهر مش شهر كمان. لو انت هتعمل ايه بال 20000 لو انت مش هتعرف تعمل بروجكت؟ احسب معايا اي شركه صغيره بتدفع قد ايه ايجارات ومرتبات في اوروبا، هتلاقي 20000 دي بتخلص في نص شهر مش شهر كمان. ويجي واحد يقول لك اصل انا دفعت لهم فلوس كتير قوي وهم في الاخر ما طلعوليش اقامه. يا عم انت دفعت لنا فلوس ولا دفعت لغيرنا فلوس كتير قوي وهم ما طلعولكش؟ هو ما طلعكش الاقامه اصلا. محدش قال لك ان هو هيجيب لك الاقامه من جيبه ويطلعها لك ويروح يجيبها من السوبر ماركت ويديها لك. هو في الاخر بيقول لك انا بقدم لك، انا بساعدك عشان تقدم. والتقديم في الاخر هو مش بيجي يقول لك انا هقدم لك واحط اسمي انا على الملف بتاعك عشان اضمن ان هو يتقبل. لا ده اسمك انت، ده ملفك انت. ومع ذلك برضو لسه الكلام ده ارخص من كل الدول في الدنيا كلها. يعني ان انت تلاقي برنامج تعرف ان انت تستغل فيه مبلغ صغير من فلوس وتعمل بيزنس بلان محترم، تشتغل زي الناس المحترمه، الناس اللي بتعرف تعمل بيزنس يعني على الاقل بتقول الف به بيزنس، يعني تعمل بيزنس بلان وتعمل شويه ايميلات كده رايح جاي. الموضوع ده في منتهى البساطه يعني منتهى السهوله، لكن عايز اللي ينتبه له يبقى مركز فيه. أشكركم شكرا جزيلا، معلش أنا النهاردة شوية يمكن سخنت بس عشان الكلام في المواضيع دي كتير 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 قوي. يعني الناس كتير تقول لك سلوفاكيا قفلت وسلوفاكيا ما قفلتش، لا هي قفلت على اللي زيك يعني، أنا آسف هي قفلت على اللي زيك فعلا، لأن أنت مش فاهم طبيعة الدنيا. يعني طبيعة الدنيا إن أنت بتقدم على طلب إقامة ممكن تتقبل وممكن تترفض، دي رقم واحد. تاني حاجة إن أنت عشان تتقبل لازم تشتغل، لازم تعمل حاجة تبين الناس إن أنت راجل كويس، راجل مبدئيا كلير من الناحيه الامنيه، راجل تعرف تريبريزنت بزنس وتعرف تدور بزنس بعد كده. وكان في واحد يقول لك شفت مثال واحد فتح مطعم وبقاله 6 شهور ولسه، او يمكن داخل في سنه ولا 8 شهور ولسه خدش. اولا الراجل ده لسه مقدم على اقامه يمكن من 6 شهور بس او 7 شهور كمان اللي سمعت عنه، والمطعم اللي عامله ده كشك صغير ملوش اي لازمه في الحياه وما بيشتغلش كمان بالليل. معدي عليه، انا لسه معدي عليه من كام يوم، بيشتغل فترات قليله جدا وواضح ان الشغل عنده ضعيف، باين جدا الكلام، ومفيش اي حاجه تدل على ان الراجل ده فعلا بينفست حاجه غريبه يعني جديده على البلد، غير ان هو الموضوع بتاعه اصلا اسمه غريب، يعني هو مسمي المطعم اسم غريب. فهل كده يعني انت تتخيل ان انت لما تعمل حاجه زي كده؟ الراجل ده مش شغال معانا يعني، لكن انا بقول على حاله واحد بيستشهد بيها يقول لك الموضوع قفل عشان الراجل ده لسه خدش الاقامه. اولا انا اتوقع الراجل ده هينجح، اتوقع الراجل ده هياخد الاقامه بتاعته عادي. ليه؟ لان هو على الاقل اتحرك عمل حاجه. لكن الموضوع بتاعه هياخد وقته الطبيعي، هيدرس عادي جدا. اوكي؟ اتمنى لكم يوم ظريف جميل فظيع جدا. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات احنا موجودين مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.